أمثال شعبية، كتاب لعبد الحميد بن هدوقة. نحبه بزاف لأنه يلخص أمثال شعبية متوارثة أجيال وراء أجيال، تراث لفظي اللي تعلمناه على جدودنا. مرات كلمة، جملة تلخص تجربة إنسان، تلخص تجربة سنوات. نحبه بزاف لأنه هاد الأمثال مرات تصيبيهم كي تتلف لك وتطيحي في موقف، تخرجي هذيك الجملة تلخص كل ما ممكن يكون يدور في داخلك. راح نقرا لكم شويه منهم باسكو فريمون نحبهم. الو، هذه تقول لك المؤمن يبدا بنفسه، صح. المؤمن بسلاحه، المؤمن ما يكون حقود. انا باللقمه الفمو، هو بالمشهاد العينيه. انا نحفر في قبر امه، وهو هرب لي بالفاس. انا نخشش بالقفه، ايه هذه شابه، انا نخشش بالقفه وهي تخرج بالزنبيل. تاع الراجل اللي يعني لا دي مال افوار ا غاني سا في، مي مرته الله يبارك عليها بالذره. هلا نكملوا بهذا، شنو غادي نقراه لكم كاع. واش يخرج العروس من بيت امها، فريمون كنت سي بو شرو باسكو سي ان ريزومي دو بارلي الجيريان، هذا الكلام اللي كنا اللي توارثناه على جدودنا. مرحبا شيف شهرزاد، انا اسمي اميمه، عمري 16 سنه، من ولايه عين الدفله. حابه نكرم والدتي الروحيه ام الخير، ليست قطعه من قلبي انما هي قلبي كله. تعرضت لحادث سياره، الروضه ديالها جازت على رجلي وخلتني غير العظم. قعدت في السبيطار تاع بليده، ومن بعد درت العمليه في باستور، وكانت كل سمانه تديني للعياده تاع المحروقين وتشري لي دواء غالي. أزمت نفسيتي وحكمني اكتئاب حاد، كانت جاهد باش توفر لي دراهم الطبيب النفسي وتجري بيا في كل بلاصة حتى تحسنت حالتي، وعمرها لا شكات. ريحت مدة ما نمشيش، وفي المدة هذيك جوزنا بزاف حاجات برهنولي باللي صح تحبني. اللي حابة نكرمها هي في الأصل خالتي، رباتني من أنا عمري 8 أيام. نهار ما حسيت باللي ماشي هي أمي البيولوجية، وحتى بعد ما عرفت بلي ماهيش يما زدت حبيتها أكثر، لأنها دارت على جالي اللي ممكن أم حقيقية ما تديروش. دير لي ليكور بالشهر غير باش نقرأ وننجح، وتشوفني في أعلى المراتب، ومسهلت لي في كلش، والحاجة اللي نطلبها دير المحال باش توفرها لي. قصة خاتم الذهب هو أنه كان في خاطري بارور تاع الذهب، بعد خاتمها وزدت عليه وشاتهولي، عليها قلت لك هي أم الروحية. طبقنا راح يكون جزائري وعاصمي بالتحديد، ولا سكون ابل للجوا يعني العاصمه وضوحيها. راح نديروا طاجين الخوخ. الطبق هذا للناس اللي ما تعرفوش عباره عن طبق لحم بكريات بطاطا محشيه بلي بول دو فيون داجي، هذوك الشكل نتاعها يوحي للخوخ. دونك هذا باش راح ندير، راح نبدي اولا نحضر لي بولات دو فيون داجي اللي راح نحشي بهم لا بوم دو تير. هنا ناخذ كميه من اللحم. دونك هنا راح نحط الثوم، لا فيون داشي، راح نحط لها
لا شابلور، نحط لها بيضه، نحط لها شويه هنا بصل مسكرفج، عندي كميه نحطها هنا وكميه راح نديرها في لاصوص نتاعي باش ندير لاصوص نتاعي. التتبيله نتاعها راح ندير لها فلفل اسود، قرصه قرفه، وجدور كانيل، ملح ومعدنوس. وهنا نخلطوا كلش اون فاسون دي بولات باش نقليهم. فوالا اي لا اون باس فاسون اش. درك هنا ندير كواور بهذا الشكل. تعرفي بلي الحجم نتاعهم راح يصغر شويه، يعني هنا كي تنقلا راح تزيد تصغر شويه، ما ديريها كبيره بزاف ما ديريها صغيره. درك هنا راح ندير زوج احزام هادو اي دي بلو غروند، كبار عليهم شويه اللي هما راح يكونوا نقليهم معاهم بصح نديرهم في المرق بهذا الشكل ونروح ماشيه تنكملهم. هادو نحتفظ بهم بعد نديرهم في المرقة، وهادو نديرهم في الثلاجة يبردوا لي بالخف باش نقدر نخدم بهم. هنا نروح نقدر على المرق نتاعي، واش ندير؟ راح نديره بالسمن. هنا راح نحط مغرفة سمن وشوية زيت ولا زيت زيتون. فوالا وراح نقلي البصله نتاعي، نحط لها اللحم الغلمي اللي راه عندي. هنا راح نحط اللحم نتاعي في القدره باش يتحمر، درك نقلي مليح وبعد نضيف له باقي التوابل. راح نضيف له درك البصله هنا، نضيف التوابل تاعنا، سكنجبير، فلفل أسود، كركم، عود قرفة. نضيف الحميصة اللي تكون منقعة من قبل بيان سور. ونمرق. دائما كي نمرقوا حاولي أنه هذاك الماء اللي تضيفيه ما تضيفيش فوق اللحم، باش ما تقلبوش البنة نتاعو. فوالا بردولي لي بولات نتاعي. دركا راح نتكفل وراح نخدم على هذوك اللي نسموهم الخوخ. هنا عندي بطاطا كيما قلت لكم تكون طايبه سواء على البخار ولا طايبه في الفور، ولا طيبيها في الكيكوطه بلا ما، يعني تحطي داك الكسكاس ديري ابان فوندو وتخليها طيب باش ما تشربلكش الماء. هنا واش راح نضيف لها؟ راح نضيف لها توم بودره، شويه تاع كركم، قرصان تاع قرفه، راح نضيف لها حبه كحله ونملحها، ونضيف لها معدنوس. راح نضيف لها كذلك صفار بيضه. هلا هلا هنا نخلط لي زانغريديون تاعي. هلا هلا اوف اي اون كومونسي فاسوناش. كومون فا فير؟ ناخذ كميه من البطاطا، نفتحها بهذا الشكل، نحط فيها اون بوليت، نغلف عليها اي جو لونفيرم بيان، نحاول نواسيها بهذا الشكل باش نعطيها شكل تخوخه، اي جو لابلاتي في القاع نتاعها. فوالا دو سيت فاصون. وهنا ناخذ سكين وبلودو نتاعو بالظهر نتاعو، ندير لها كيما هاك ونحطها، ونفس الشيء بالنسبه للباقي نكمل بنفس الطريقه.
لاشي سنه هي بودره الارز اللي راح نديروا بها لابانيو، تعطيك هذيك القرمشه نتاعها تجي بنينه وتجي شابه يعني تشد روحها بيان. درك هنا ناخذ اون كروكيت خوخه نحط عليها نرمضها مليح في البيض ونرمضها في الروس. هنا نرمضها مليح في هذيك البودره هذا الشكل، وهنا عادي تعاودي تحكمي فيها في هذيك الخوخه نتاعك، تعاودي تاخدي الخدمه نتاعك وتعاودي ترسمي هذيك الفلقه اللي فيها وتحطيها في الطبق. وانت رايحه كي من هاك ترمضيها في البيض، تحطيها في بودره الارز الحم. الله الله عليه ما شاء الله تجمرت لي. درك هنا واش راح ندير؟ راح نضيف هذوك لي بولات اللي كنت قليتهم نحطهم لداخل ياخذوا لي البنه تاع هذيك المرقه. شوف لك راها عاقده ما شاء الله عليها. نخليوها 5 دقائق 10 دقائق اي سي بون. هنا الزيت تاعنا راها بيان سخونه وراح نحطو لي كروكيت تاعنا يتقلاو. عزيزتي أميمة مرحبا بك. عايشك 16 عام يا ربي وعشتي فيها اشياء كثيره. نعم احكي لنا شويه عليك. من البدايه انا زدت في دارنا وكي ولا في عمري 8 ايام يما مدتني عند خالتي. علاش مداتك لخالتك؟ باسكو خالتي ما عندهاش الاولاد، اسمها من ثما وليت عايشه انا على اساس بنتها، ومن بعد كافحت على جالي لا فيغيتي، كافحت بزاف، كنت مريضه بزاف كي كنت صغيره، ومن بعد الاج تاع 4 سنين توفى خويا التوأم. خوك التوأم كان عادة عايش مع والديك البيولوجيين اللي ولدو. عادة عايش معاهم، توفى، كي توفى قعدت عام وانا مريضة. من بعد النهار اللي توفى فيه وراه بعام انا ضربتني طونوبيل. قعدت ماما دايما تسوفري على جالية باطاي، كان طلع 5 ايام وتهبط. انا كنت بالبلاط ما نقدرش نمشي، تطلع بيا وتهبط تديني للسبيطارات. من بعد تأزمت هنا نفسيا. علاش ما كنتيش مليحه نفسيا؟ شغل دوكا كنت صغيره كنت نشوفهم كامل يلبسوا ديك لاكيت بلا يغ وانا ما نقدرش نلبس. شغل ماما تخبي لي رجلي بزاف. هو على جال الشمس طبيا بصح ماما كي شغل كانت تخاف من راي الناس، تسمى دائما تخبيت لي رجلي. هذه العفسه كانت ديرونجيني انا بيرسونالمون بزاف، نقول علاه كامل يلبسوا نورمال الا انا. شحال كان في عمرك؟ 5 6 سنين 7 بهذا الوقت. كنتي عاد دخلتي الابتدائي؟ اي كنت دخلت. اليوم حبيتي تكرميها؟ اي حبيت نكرمها. واش تكرمي فيها؟ واش تكرمي؟ تكرمي حبها، عطائها، تفانيها؟ اي كل حاجه فيها كشغل هكا خاصه، كل حاجه فيها ترمز لحاجه. ماما اكسيبسيونيل، ما على باليش كيفاش نقول لك، بصح هي بنادم. توصلت من خطره كنا عند بيجوتري، عجبتني واحد لاباغيغ، هي نحات الخاتم تاعها وحطاته ثم وزادت له دراهم وقالت له فوالا. عليها بعثتي لنا هذا الخاتم في الرساله. سيتي ان انديس بور دير كو يعني تقلعها فعلا من روحها وتزيدها فيك. ايه صح. حبيبتي حبيبتي ربي يحفظك. وباغي كتعرفي تطيبي؟ ايه طيبي مليح. تعلمتي معها تطيبي؟ ايه تعلمت منها باسكو هي تعرف تطيب بزاف. صح والله. واش طيبتي؟ واش علمتك تطيبي اول مره؟ اول مره قلب الكوكس. ايه من الاول خطي على البركيزي. بعد تقنت منها المحاجب ما شاء الله. ايه وليت ما تقوليش تعرفي ديري محاجب. نعرضوك ديرينا محاجب هنا. ما شاء الله فعلا زرعت فيك الطيبه على سيما تاعك، نشوفوا الطيبه، نشوفوا الحنيه، نشوفوا يعني
انت حته منها وخدتي منها شيء كثير. الله يبارك. انا فعلا متشوقه اني نشوفها من بعد. نشوفها من بعد ان شاء الله. ان شاء الله من بعد. وصفات الثانية وصفة بقلاوة مالحة، بقلاوة برستيجة، سهلة ولذيذة. ممكن تقدميها لضيافك كي يجوا عندك، تحمري بها وجهك، وكذلك اللي يديروا تريتور ممكن يضيفوها لاكارت نتاعهم. سي تري فاسيل، سي تري سامبل، سي تري بون. راح بدي نحضر الحجو لانه الحجو نتاعي لازم يبرد. دوك هنا زيت زيتون راه يحمى في المقلاة نتاعي، نحط لا فيوند هاشي هنا. نبدأ نتبل عليها. عندي فلفل أسود، عندي ثوم، ملح، نخلط مليح ونحيها باش نضيف لها باقي المقادير. جو ديباراس في الريسيبيون تاعي. فوالا. هنا واش راح نضيف؟ راح نضيف لها الجبن مغصوكي من هاك، وراح نضيف لها الجبن المبشور. نكرازي مليح فوالا. نحاول نبردها ثاني في نفس الوقت. ميلونج بيان. هنا نضيف بيضه، نضيف معدنوس، معدنوس اشي، نضيف لها كيما قلت لك ان ميلونج دو فري سيك. ها هو ده هنا لاني دشيتو غروسيامون، ونخلط. يا جماعه لذيذه لذاذه. فوالا. هنا نحطها في الثلاجه بيد ما نحضر لاباط نتاعي. وصفة العجينة تاعنا سهلة وراح نديرها بالغبو. الو فيها فرينة، فيها 2 صفار بيض، فيها زبدة توريق، فيها كريمة طازجة، وفيها ملح. وهذا ما كان خاص لما تلمتناش نديرولها شوية ما. هنا جو يوتيليزي لو كا. الو هنا باش راح بدي نعزل الصفار عن البياض، اللي نحتاج 2 صفار بيض. اوب فوالا. هنا نحط الفرينه في لوبول تاع الغبو. للفرينه راح نضيف زبده التوريق، نضيف كريمه طازجه، ملح، 2 صفار بيض. نخليها دابور جو فيلا سابلي، نضيف لها الانغريديون واحد في واحد، ومن بعد نشوف الا خاصها نضيف لها شويه ماء. دابور نخليها تتلم ونشوف. العجينة راها واجدة، ما طريهاش بزاف لأنها عجينة بقلاوة. هيا دي القوام نتاعها كيفاش يجي. هيا دي هاد العجينة، ضروري أنك تخليها ترتاح قبل ما تخدمي بها. أون فالا فيلمي. ونخلوها ترتاح شوية. حطها في الثلاجة، نجيب لافيوند هاشي اللي بردت وفوتو الفاسوناج. اي فوالا. هاي تجي نحط هنايا مارغرين راح ندوبها. هنا ندوب شويه مارغرين راح نطليها من بعد. هنا واش ندير؟ نجيب لاباط والمول راح نمونطي فيه. سي ان مول كاري باش تقطع تاع يكون سهل. ندير بابي كويسون سور سور ان بلاك دو كويسون وندير ونحط دو كوتي. هنا ناخذ لاباط نتاعي اللي راح نفتحها ونقطع فيها دو ديسك ونفتحها. هوبلا. درك هنا سا بروميير بارتي، نقطع ان ديسك، نقطع الديسك نتاعي الاول،
هنا نعاود جوغومي لو ديسك نتاعي. هنا ناخذ الحشو تاعي نفرغه. نوسيه بيان بو افوار اون سورفاس لا ميم سورفاس. وهنا نضيفو لا دوزيام كوش اللي قطعناها والفوق. فوالا ندهنوها بشويه نتاع لما قاري اللي دوبناها بهذا الشكل اون باديجون بيان وندردرو عليها جبن مبشور فرماج غابي من الفوق ونديروها طيب فرن مسخن على 180 درجة. فوالا تفضل عزيزتي تفضل تفضلك ام الخير. هي اسمك ام الخير؟ اسمي ام الخير. ماشي لكنا اسمك فعلا؟ اسمي ما شاء الله. يس الو يباغي ام الخير اسم على مسمى. يس سمعنا عليك صوالح بزاف حكايات بزاف. الله يحفظك. سمعنا على طيبتك على اخلاقك على نبلك على عطائك على اشياء كثيره. الله يبارك يبارك فيها. حبينا تحكي لنا على لا بارتيكولاريتي تاعك. ابارامون ما ولدتيش صح ربيتي بزاف. حكي لنا على ما ولدتش ما كانش كتب لي ربي باش نجيب الاولاد. بصح ربيت اطفال بزاف والحمد لله كبروا ولاو رجاله والحمد لله خرجوا احسن يعني ما كنت نتصور. احكي لنا شكون اللي ربيتي يعني؟ ربيت ابن اخي علي نحبو بالبزاف رلاها. وربيت رضوان ابن اخي فاني نحبو بالبزاف. وربيت حنان الحمد لله اليوم كبرت حتى تخرج وحتى تخدم في فغمياغ. الله يبارك يبارك فيها ماتك. وجبت بنتي دعاء هي كانت هي مش عارفه هي اللي غطت على كلش. هي غلطت على الاحزان غطت على كل حاجه في هذه الدنيا حتى لو كانت حرا يعني بحلاوتها ولا بمرارتها. الله يبارك. سي نقولوا باللي الام اللي تربي مش اللي تولد فعلا. هي شوفي الام اللي تربي يعني صح. واحد المثل يقول لك مربي حرق وربي هو مثلا حقيقي على بالك ها. بس هو الحمد لله علاش مربي حرق وربي علاش تقعدي دائما محروقة عليه ما حبش ياكل ايه ما حب تبدي تخمي عليه ما شريتلوش حوايج ايه ما شريتلوش كل ما تجي حاجه لازم تنحي من حتى ولو تنحيتي من صحتك يعني الجهد تاعك تنحي من الصحه تاعك تديه تبذليه لبنتك. ربي كرمك بحب ناس عطيتيهم. اش يقول لك تزرع تحصد؟ شوفي انا ما نقولكش انا اعوذ بالله من كلمه انا شوفي قلبي ربي خلقه الحنين. نبكي مع الفقير بزاف. أصعب شيء حاجة هو الفقر يغيظني بزاف والمسكين. نقول لو كان عندي دراهم وربي يرزقني نبني بيت للرحمة للناس. يا رب يا رب. والله من صغري وأنا نحلم وشوف من الحمد لله طاني ربي راجل ونعم الراجل. ربي يحفظهم لك إن شاء الله. شوفي حنانة في هذه الحصة إنسان يجي يكرم إنسان كي نوري لك هذا الخاتم واش عليك خاتم؟ في الرسالة جا خاتم. خاتم كي يعطي لك حاجة وحتى لو كان أبسط شيء. أنت دوك يا واحد يمد لك حاجة ويقول لك هاكي تكون حاجة عزيزة عليك بزاف. صح. بصح أنا سمعنا باللي بنتك
اشتهات باغيوغ بعتي واش كان عندك وشريتي لها؟ شريت لها ما تعزي فيها والو؟ اه والو والو. محظوظه هي بيك ما شاء الله. محظوظين كامل الناس اللي لقيتيهم في حياتك. يسلمك. يسموك ام خير. وشوفي ام خير مرات يقول لك الاسماء تشبه الاشخاص اللي يحملوها. انت ام خير وسبحان الله اللي سماك سي سالي ميساج دامور رسائل الحب اللي نحب نوروها ولي بونز اكزومبل الامثله الايجابيه اللي لازم نوروها. راح نستقبلوا حبيبه قلبك، راح نستقبلوا فريده كبدك، راح نستقبلوا جزء منك. تفضل حياتي ماما حبيبتي. ان شاء الله ربي يحفظك. تفضلي حبيبتي هنا. قولي لها كاع واش في قلبك، واش حابة تقولي لها هنا؟ منها نقولها ميرسي ماما بزاف، صحيتي انتي بنادم كاع ما يتعوضش، الإنسانة الوحيدة اللي صبتها في كلش وحنزيد نصيبها. نقول لها إن شاء الله نكبر ونرد لها خيرها أضعاف مضاعفة، باسكو تستهل أكثر وبالك ندير واش ندير ما نوفيهاش. خليكم أنا درتش مع بعض نتلاقوا من بعد. معليش حنان الله يحفظك. الله يحفظك. ربي يحفظك. ربي يحفظكم. وصفتنا دقيقة سهلة وبسيطة، راح نديرو بجاوية. هنا راح نخدمها بالشوكولا السوداء. ممكن تخدميها بالشوكولا بالحليب، شوكولا الطلق بالحليب، ولا شوكولا البيضاء. لاباتا غلاسي بلونش ولي ولا نواخ. ناخذ 250 غرام شوكولا الطلق، 200 غرام كاوكاو محمص، 30 غرام زبدة، بيستاش للتزيين. ندوبو الشوكولا، نضيفو لها من بعد لا مارغرين 30 غرام، نضيف لها من بعد الكاوكاو محمص، ونفرخها في أمول أون سيليكون من الأفضل. تواسيه مليح من الفوق، زيني باش ما حبيتي، خليه يشد روحه تماما باش من بعد ديموليه وتقطعيه. لو كان لهذه الحلقة عنوان وهذه قصة الحب تاع اليوم، أمي ثم أمي ثم أمي الآخر يوم في عمري، كان ممكن نغنوا هذه الأغنية. ضيفتي اليوم كانت أميمة اللي جات تكرم حب حياتها، أم الخير اللي ما كانتش الأم اللي ولدتها، لكن كانت الأم اللي عطت لها كلش وأكثر من كلش. شكرا أميمة. كان القدر ولا يعطولك فرصة أنك تعودي حياتك، تعود تخيري، بالك تقعدي مع عائلتك، بالك واش تخيري؟ نخير واش راه كاتب لي ربي، نعاود نعيش نفس الحياه اللي عشتها باسكو ورات لي بزاف حفايس، ونخير ماما نعيش معها، ما نعيش مع حتى بنادم. ربي يحفظها لي. احلى هديه، اجمل كلمه، انني اختارك ثم اختارك ثم اختارك. يسلمك. ربي يحفظك. الله يحفظك، يعطيك الصحه ان شاء الله، يخلي لك اولادك. ربي يخليك. هما عينيك على بالك. حبيبتي شرفتوني، خليكم شويه ونرجع لكم بعد. حبيبتي يا عمر. انت يا عمر مش اللي ولدت، الأم اللي ربات وتعبت،
الأم اللي قبل ما تطلب تلقاها نفدت، ممكن تكون جدة شدت، ممكن خالة حبت، ممكن عمة تعلقت، ممكن إنسانة كفلت وكنت وليد قلبها وفيك عشقت. ما تعرف مين تلقى الخير، مين تلقى داك الحب الكبير، بصح نهار تلقاه شدوا شدوا بلا تفكير. الدنيا صعيبة وصار نادر داك الحب الغير بلا انتظار تقدير. هذيك هي الأم الحقيقية اللي تحبك حب كبير.